الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل التعليق على مقررات برنامج منارات العلم في سنته الثانية، وصلنا إلى الكتاب الرابع، حادية أولي الفهم في نظم حلية طالب العلم. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: وكن فقيها برجاع الفروع إلى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال صاحب الحادية رحمه وفقه الله تعالى: وكن فقيها بإرجاع الفصول، وكن فقيها بإرجاع الفروع إلى أصولها، فحري منك أن تتبع وعرف قواعد شرع الله عن نظر إلى العمومات، فالوحيين ما نضبا. ثم دلك الناظم يا طالب العلم، ثم دلك الناظم يا طالب العلم على أدب من الآداب المهمة في حياتك العلمية، على أدب من الآداب المهمة في حياتك العلمية. فقال: وكن فقيها بإرجاع الفروع إلى أصولها، فحري منك أن تثب، أي أنه أمرك بالتفقه بتخريج الفروع على الأصول. فالتفقه هو الذي أراده ابتداء، وفي التفقه دلك على أمر مهم، ألا وهو أن تضبط أصول العلوم وترد لهذه الأصول كل ما يتفرع منها، كل ما يتفرع منها. والفقه إنما هو الاستنباط والفهم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نضر الله امرئا سمع مقالتي فحفظها ووعاها فأداها كما حفظها، فرب حامل فقه ليس فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فلا بد من التفقه والتفهم والتفكر فيما تدرسه يا طالب العلم، فيما تدرسه يا طالب العلم، ولا بد من رد كل فرع إلى أصله من الأصول التي حصلتها، التي حصلتها. فالتفقه والتفكر مما مدح الله عز وجل به أهل الإيمان، وذم الله تبارك وتعالى أهل النفاق والكفران بعدم فقههم وفهمهم لما يسمعونه. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ثم قال: واعرف قواعد شرع الله عن نظر إلى العمومات، فالوحيان ما نضبا. ثم أمرك أن تعرف قواعد الشرع وأن تضبط عمومات الدين، فإن كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجد فيهم
طالب العلم بغيته يجد فيهم طالب العلم بغيته. وحقيقة العلم فهم مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وفي التحمل والإبلاغ فاصطحبا أمانة العلم ولتستهجن الكذبا. تعلم الصدق قبل العلم تطلبه، فصاحب الكذب عنيه المنى حجبا. لا تقرأ. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: لا تفزعن إذا فاتتك مسألة ولتدعو ربك ترجو حلها رغبا. وفي التحمل والإبلاغ فاصطحبا أمانة العلم ولتستهجن الكذبا. تعلم الصدق قبل العلم تطلبه، فصاحب الكذب عن نيل المنى حجبا. ثم قال رحمه الله تعالى: لا تفزعن إذا فاتتك مسألة ولتدعو ربك ترجو حلها رغبا. دلك يا طالب العلم على باب الفتح الأعظم لك في طلب العلم، على باب الفتح الأعظم لك في طلب العلم، ألا وهو كثرة اللجوء إلى الله عز وجل، ألا وهو كثرة اللجوء إلى الله عز وجل. ونهاك وفقه الله تعالى عن الفزع والخوف والضجر إذا عزب عنك فهم مسألة. والصواب ألا تفزع ولا تضجر، وإنما تلجأ إلى الله تبارك وتعالى. وقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إذا استغلقت عليه مسألة من مسائل تفسير كتاب الله عز وجل يدعو الله بقوله: اللهم يا معلم آدم علمني، ويا مفهم سليمان، اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. فيفتح الله تبارك وتعالى عليه. وهذا حال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. فطالب العلم لا يغفل عن سؤال الله عز وجل، فإن العلم خزائن كما قال الإمام أحمد تستفتح بالمسألة. فكلما غاب على طالب العلم مسألة فإنه يلجأ إلى ربه عز وجل. وقد لا يفتح لطالب العلم في فهم بعض المسائل وفي فهم بعض العلوم، وليس هذا بمستنكر، فقد صرح كثير من العلماء بعدم فهمهم لبعض العلوم وما كان ذلك منقصا في حقهم. فطالب العلم يجد ويجتهد ويلجأ إلى الله عز وجل، فإن لم يفهم بعض العلوم اجتهد في فهم العلوم التي تيسر له فهمها. ثم قال وفقه الله تعالى: وفي التحمل والإبلاغ فاصطحبا
أمانة العلم ولتستهجن الكذبة، تعلم الصدق قبل العلم تطلبه، وصاحب الكذب عن نيل المنى حجبة. ثم أمرك يا طالب العلم على أن تكون أمينا وأن تكون فائق التحلي بالأمانة العلمية في طلبك، في طلبك للعلم وتحملك له وفي إبلاغك له فالأمانة العلمية جوهر العلم، ومن لا أمانة له لا علم له، عنده، وهذا أصل أصيل من أصول العلم العظام. فلا يكذب طالب العلم ويذكر أنه قرأ مع فلان وفلان وهو لم يقرأ عندهم، ولا يكذب فينتحل بعض الإجازات وهو لم يسمع من أصحابها، وهذا الكذب مسقط لطالب العلم لا محالة. لذلك قال: فصاحب الكذب عن نيل المنى حجبا. فالكذاب في العلم يفضحه الله عز وجل، ومثله يقال: فدع عنك الكتابة لست منها ولو لطخت وجهك بالمداد. فالكذاب وعديم الأمانة العلمية لا يحصل العلم ولا يبلغ في العلم مبلغا، ويضر من حيث ظن أنه ينتفع. فمن كان كذابا فلا يتعب ولا يتعنى ولا يسهر ولا يمعن النظر ولا يدقق. وأمرك بالصدق لما نهاك عن الكذب، وصدق اللهجة هو عنوان وقار طالب العلم وعنوان شرفه ونقاء سريرته. قال الأوزاعي رحمه الله تعالى: تعلم الصدق قبل أن تتعلم العلم، وقال وكيع بن الجراح رحمة الله عليه: هذه الصنعة لا يرتفع فيها إلا صادق، قال الله عز وجل: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والأحاديث الدالة على الأمر بالصدق كثيرة لا تحصى، ولا بد من الصدق في الأقوال والأعمال والأحوال، هذه الثلاث. أما الصدق في الأقوال أن يستوي اللسان في الأقوال، فلا يخبر بما هو خلاف الواقع، والصدق في الأفعال هو أن يستوي الفعل على الأمر والمتابعة، فيتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جميع أموره. والصدق في الأحوال هو استواء أعمال القلوب والجوارح على الإخلاص لله عز وجل، على الإخلاص لله تبارك وتعالى. وأعلى مراتب الصدق الصديقية،
الصديقية، وهي كمال الانقياد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم مع كمال الإخلاص لله عز وجل، مع كمال الإخلاص لله عز وجل. وطالب العلم لا يستغني عن الصدق في وقت من أوقاته، عن الصدق في وقت من أوقاته. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: ونصف علمك لا أدري، فإن فقدت فأنت نحوها، لكن تسحب الذنب، حافظ على الوقت للتحصيل وانقطعا، والتثني عند أساطين هدى الركبا، لا سيما قبل أن تصرفك مشغلة، ولتغتني قبل فوت عودك الرطبا. ثم قال رحمه وفقه الله تعالى: ونصف علمك لا أدري، فإن فقدت فأنت نحوها، لكن تسحب الذنب. قال وفقه الله تعالى أن نصف العلم لا أدري، وقول طالب العلم لا أدري جنة له، ويهتك حجاب طالب العلم إذا لم تكن هذه الكلمة عنده وكان مستنكفا من قول لا أدري، فإن سئل عن كل شيء أجاب، فإن سئل عن كل شيء أجاب، والذي يجيب عن كل سؤال يسأله هو مجنون لا محالة. لذلك نصف العلم قول القائل لا أدري، نصف العلم قول القائل لا أدري، ونصف الجهل قول القائل يقال وقيل وأظن وما شابه ذلك. ونصف الجهل قول القائل يقال وأظن ويقال وما أشبه ذلك من الكلمات. ولا يستنكف طالب العلم سواء كان في ملأ أو سئل بينه وبين السائل أن يقول فيما لا يعلمه لا أعلم ولا أدري، وأنا جاهل بهذه المسألة، وأنا جاهل بهذه المسألة، أو يطلب من السائل وقتا ليراجع المسألة، أو يطلب من السائل وقتا ليراجع المسألة. ومن كان هذا حاله فحري بمثله أن يثق الناس بعلمه، فحري بمثله أن يثق الناس بعلمه. أما من كان يجيب في كل مسألة فحري بمثله أن يفتضح، فحري بمثله أن يفتضح. ويكتبون في كتب الطرائف أن رجلا صار مفتيا بدل والده، ووالده دله على أن أي مسألة إن سئل فيها فيقول فيها قولان، قول الأول جائز والقول الأول غير جائز، خلاص هذه يفتي بها في كل مسألة. فجاء ففطن لذلك أناس، فسأله سائل: أفي الله شك؟ قال: فيها قولان. فهو أصبح في كل مسألة يشير حتى يخرج من لوم الناس أن هذه المسألة فيها خلاف أو فيها قولان. والقصص في هذا الباب كثيرة. ثم قال وفقه الله تعالى: حافظ على الوقت للتحصيل وانقطع عنه، والتثني عند أساطين الهدى الركبا، دلك على أمرين مهمين من أمور الطلب، أحدهما المحافظة على رأس مالك وهو ساعات عمرك والوقت الذي يمر عليك،
وهو ساعات عمرك، وطالب العلم رأس ماله الذي عليه تجارته هذا الوقت، وبه يصل إلى نعيم الأبد وهو جوار الله عز وجل في جنات النعيم. وإن ضيعه ضيع رأس ماله، وإن ضيعه ضيع رأس ماله. قال الله تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فما أسلفوه في أوقات هذه الحياة الدنيا من حفظ أوقاتهم وإعمارها في طاعة الله عز وجل كان سببا لجوار الله تبارك وتعالى. وطالب العلم يكون حليف عمل لا حليف بطالة، ولا يضيع وقته فيما يعود عليه بالضرر. وينأى طالب العلم بنفسه عن كل ما يضيع له أوقاته، وينأى بنفسه عن كل ما يضيع له أوقاته، ويحفظ وقته بالجد والاجتهاد في العلم حفظا وفهما ومذاكرة ومراجعة لمحفوظه وما شابه ذلك، ويلازم ذلك ولا ينقطع عنه طرفة عين. لذلك اغتنام ساعات العمر به يصل طالب العلم إلى ما يريده، لا سيما وقت الشباب، لا سيما وقت الشباب، فإنه لا يضيعه ويبادر بحفظه، ويبادر بحفظه. ثم أمرك أن تعمر وقتك في ثني ركبك عند أهل العلم الذين هم أهله، وعرفوا بتخريج طلاب العلم ونفعهم وإفادتهم قال: والتثن عند أساطين الهدى الركبة. ثم قال: لا سيما قبل أن تصرفك مشغلة، ولتغتنم قبل فوت عودك الرطبة. فطالب العلم يستثمر أوقات شبابه ويحذر من التسويف سوف وعسى ولعل، ويبادر أوقاته بالعلم. السلام عليكم. قال وفقه الله تعالى: وخذ لنفسك وقتا تستدم به من اللطائف شيئا يطرد التعب، واعرض على الشيخ أجزاء لتضبطها كما الأئمة ممن للعلا وثبا. لما أمرك يا طالب العلم أن تعمر أوقاتك كلها بطلب العلم، علم أن النفس لا بد أن تمل، علم أن النفس لا بد أن تمل، فدلك على أنه لا بأس بسويعات تجم فيها نفسك، بسويعات تجم فيها نفسك. قال وفقه الله تعالى: وخذ لنفسك وقتا تستجم به من اللطائف شيئا يطرد التعب. فخذ لوقتك وقتا، أو فخذ لنفسك وقتا تجم فيه نفسك من كثرة الحفظ والمراجعة وتعمير الأوقات بالعبادة وما شابه ذلك، فتقرأ في كتب الثقافة العامة، أو تقرأ في كتب السير، أو تقرأ في كتب القصص وما شابه ذلك، وما شابه ذلك. ويؤثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أجموا هذه القلوب وابتغوا لها طرائف الحكمة،
أجموا هذه القلوب. لذلك كان من عادات أهل العلم أنهم في دروسهم وتعليمهم للناس يجعلون وقتا لقراءة كتب الطرائف والأشعار والقصص وما شابه ذلك، فإن القلب يمل، فإن القلب يمل. لذلك تلحظون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الصلاة في بعض الأوقات، فنهى عن الصلاة في وقت الظهيرة، ونهى عن الصلاة بعد طلوع بعد صلاة الفجر، ونهى عن الصلاة بعد صلاة العصر، وهذا حتى لا يشغل المسلم وقته كله بالصلاة فيملها ويتركها، حتى لا يحدث له ذلك. أمر أو نهي عن الصلاة في بعض الأوقات، فالتطوع المطلق منهي عنه في بعض الأوقات، وهذا كله من باب إجمام النفس. لذلك يؤثر أن الزهري رحمة الله عليه كان يحدث الناس بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يقول لجلسائه: هاتوا من أشعاركم وأحاديثكم، فإن الأذن مجاجة. قال: وأعرض على الشيخ أجزاء لتضبطها كما الأئمة ممن للعلا وثبا. ثم أمرك يا طالب العلم أن تعرض ما أخذته من العلم على الأشياخ، وما كتبته عليهم حتى يصوبوا لك العلم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وإن سألت فسل من غير ما عنت، فإن أجابك فالزم عنده الأدب، لا تقل إن ذاك الشيخ خالفكم، وكل أخلاق أهل العلم منتسبا. ثم أمرك بأدب كذلك مع الشيخ في السؤال. قال: وإن سألت فسل من غير ما عنت، فإن أجابك فالزم عنده الأدب، لا تقل إن ذاك الشيخ خالفكم، وكل أخلاق أهل العلم منتسبة، واترك مجادلة يحتفها لغط أهل السفاهة جر وسطها ذنبا. ثم أمرك يا طالب العلم: إذا سألت الشيخ أن تسأل من غير تعنت، فإن طالب العلم بالأدب في سؤاله وحسن سؤاله يصل إلى ما يريده، فالتزام أدب المباحثة وحسن السؤال مع الشيخ من الأمور التي لا ينبغي أن يغفل عنها طالب العلم، وإن سألته فأجابك بجواب معين فلا تبادره بأن فلانا من المشايخ يخالفكم، ولا تقل له: سألت الشيخ فلان فقال لي كذا وكذا، وهذا من سوء الأدب، وهذا من ضرب أهل العلم بعضهم ببعض، فاحذر من هذا الداء، اللهم إلا إن كانت المسألة لا تحتمل وتتعلق بمسألة حرام وحلال، فتبين له أن فلانا من أهل العلم قد أفتاني بالجواز وذكر لي كذا من الأدلة، فيدلك أو يذهب معك إلى الشيخ حتى تتم مباحثة هذه المسألة. أما سؤال هذا الشيخ ثم سؤال الشيخ الآخر
ليضرب بعضهم بعضا فهذا من صنيع الأسافل. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وترك مجادلة يحتفها على طول أهل السفاهة جر وسطها ذنبا، ناظر إلى الحق من يبغيه مجتهدا، وانصحوا باللطف يكون في ذاك محتسبا، أكثر مذاكرة عند الجلوس إلى أهل البصائر ممن أدمنوا الكتب، ففي المطارحة استحضار ذاكرة، إذا تجنبتم الإسفاف والشغب، مستكملا أدوات العلم فهي خطا، من غيرها لن يكون الفن مقتربا. ثم بعد ذلك دلك إلى أدب المناظرة والجدال، فقال: ناظر إلى الحق من يب، واترك مجادلة يحتفها لغط، نهاك عن الممارات، لهاك عن الممارات والمجادلة فإنها نقمة، فإنها نقمة. والجدال في الدين ينشئ الممارات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ومن وفقه الله عز وجل فتح عليه باب العمل، ومن لم يرد الله عز وجل به خيرا فتح عليه باب الجدل، فتح عليه باب الجدل. ثم بين لك الجائزة في هذا الباب، فقال: ناظر إلى الحق من يبغيه مجتهدا، وانصحه باللطف كن في ذاك محتسبا. ثم بين لك جواز المناظرة التي يكون فيها إظهار الحق، التي يكون فيها إظهار الحق، ويكون المناظر ممن يريد ظهور الحق، ممن يريد ظهور الحق ويطلبه ولا يتعنت في جداله، فلا يكذب ولا يراوغ، وإنما علم من حاله أنه يبتغي الوصول إلى الحق، أنه يبتغي الوصول إلى الحق. لكن متى كانت المناظرة للغلبة، لكن متى كانت المناظرة للغلبة، وللظهور والانتصار على الخصم، فينبغي لطالب العلم أن يبعد نفسه منها، أن يبعد نفسه منها. ثم دلك على المذاكرة، فقال: أكثر مذاكرة عند الجلوس إلى أهل البصائر ممن أدمنوا الكتب، ففي المطارحة استحضار ذاكرة، إذا تجنبتم الإسفاف والشغب، واستكملا أدوات العلم فهي خطا، من غيرها لن يكون الفن مقتربا. ثم أمرك يا طالب العلم بمذاكرة العلم مع قرنائك، بمذاكرة العلم مع قرنائك، فإن مذاكرة العلم مما يزداد به طالب العلم علما، فهي تشحذ الذهن وتقوي الذاكرة، لكن لا بد أن تكون هذه المذاكرة مع القرين من غير مشاغبة، ومن غير تشغيب، ثم ختم لك هذه الوصايا باستكمال أدوات العلم التي لا بد منها، فإن طالب العلم لا بد أن يستكمل أدوات
ذوات العلم في كل فن من الفنون، ولن يكون طالب العلم طالبا للعلم متقنا متفننا حتى يستكمل أدوات ذاك الفن. ففي الفقه يجمع بين الفقه وبين أصول الفقه، وفي الحديث يجمع بين علم الرواية وعلم الدراية، أي بين شرح حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين علم المصطلح، وقس على ذلك. فلا بد إن رمت أن تصل إلى محتواك في العلم أن تستكمل أدوات كل علم وكل فن. نعم. أحسن عليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل في التحلي بالعمل. العلم يهتف بالأعمال، فالتزما ما يقتضي العلم نهيا كان أو طالبا. وللخطيب كتاب قد حوى دررا، في ذاك فقرأه في ترويه به الجدبا. ثم عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا في التحلي بالعمل. فإن العلم إنما يراد للعمل، به. ومن علامات العلم النافع أن تعمل به، قال: العلم يهتف بالعمل، فالتزما ما يقتضي العلم نهيا كان أو طلبا. وللخطيب كتاب قد حوى دررا، في ذاك فقراه كي تروي به الجدبا. إذن العلم لا بد فيه من العمل. وقد صنف الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى اقتضاء العلم العمل، وهو كتاب حسن في هذا الباب. والذي لا يعمل بالعلم هو أول المتضررين بعلمه، فالعلم يستعان به على حفظ العلم، والذي يترك العمل ترك أصلا أصيلا من شكر نعمة العلم عليه. والشكر لنعم الله عز وجل إبقاء، والشكر لنعم الله تبارك وتعالى إبقاء لهذه النعم. وعدم شكر نعمة الله عز وجل على العبد سبب لذهابها. فلا بد في العلم من العمل به نهيا كان أو أمرا. قال رحمه الله تعالى: أدي الزكاة ببذل العلم تزكية، لا تكتم العلم واصدع بالذي وجب، صن عزة النفس واحمي العلم من سفه، فإن من صانه يرقى به الرتبا. ثم أمرك يا طالب العلم بأداة زكاة العلم، فقال: أدي الزكاة ببذل العلم تزكية، لا تكتم العلم واصدع بالذي وجب. زكاة العلم هو تبليغه لغيره، زكاة العلم هو تبليغ العلم للغير، وهذا كذلك أصل أصيل في العلم. فإن مراتب الكمال أربع: أولها العلم، ثم العمل به، ثم الدعوة إليه، ومن تعلم وعمل في نفسه ولم يدع إلى الله عز وجل فقد ترك خيرا كثيرا وفضلا كبيرا والشيطان إما أن يدخل على المسلم وطالب العلم بترك التعلم، فإن لم يستطع فإنه يدخل عليه ويأمره بترك العمل، بترك الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وقد لعب الشيطان بكثير من الناس في هذا الباب، فتركوا الدعوة إلى الله تبارك وتعالى
بحجج واهية، بحجة أن الواحد منهم لم يحصل علما كثيرا، أو بحجة أن الواحد منهم عنده تقصير أو ما شابه ذلك. وهذا كله من تسويل الشيطان لطالب العلم، فلا ينبغي أن يستصغر طالب العلم نفسه، وينبغي عليه أن يبلغ ما وفقه الله عز وجل عليه وحباه به ما أمكنه لذلك سبيلا. فزكاة العلم هي تعليمه للغير، والذي يعلم غيره ويعينه على الهدى يوفقه الله تبارك يوفقه الله عز وجل. والعلم يزيد بالإنفاق منه، أما إذا لم ينفق منه طالب العلم فإنه ينقص، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. فلا بد من تبليغ العلم. ثم قال: صن عزة النفس واحمي العلم من سفه، فإن من صانه يرقى به الرتبة. ثم دلك كذلك على التحلي بعزة العلماء، وأمرك بهيبة العلم وشرفه. لذلك كان من سلف بعض العلماء السابقين أن طالب العلم أول ما يأتي لطلب العلم يقرؤون عليه قصيدة الجرجاني، يقولون لي فيك انقباض وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما. فهذه القصيدة لما فيها من أمر طالب العلم بالعزة، وأن يكون عزيز النفس غير سفيه وغير دني، كانوا يعلمونها ويحفظونها لطالب العلم. فالتحلي بعزة النفس صيانة للعلم وتعظيم له وحماية لجناب العلم. فلا يسعى طالب العلم لأهل الدنيا، ولا يذهب بعلمه إلى الأغنياء، ولا يضع نفسه في مواضع التهم، فلا يقف طالب العلم في أعتاب الأغنياء، وإنما يبتعد بعلمه عنهم، أحسن عليكم. قال رحمه الله: واحذر مسالك من رام المناصب لم يحمل الولاية لم يرسو بها الذيابا، واحذر مداهنة ترجو بها عرضا، قل ما بدا لك لا تستعمل كذبا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ علي بن عبد العزيز الجرجاني رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 92 بعد 300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم: يقولون فيك انقباض وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، أرى الناس من دانهم هان عندهم ومن أكرمته عزة النفس يكرما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما، وما زلت منحازا بعرضي جانبا، عن الذم أعتد الصيانة مغنما، إذا قيل هذا مورد قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما، أنزهها عن بعض ما قد يشينها، مخافة أقوال العدا فيما أو لما، فأصبح عن عيب اللئيم مسلما، وقد رحت في نفس الكريم معظما، وإني إذا ما فاتني الأمر لم أبت، أقلب كفي إثره متندما، ولكنه إن جاء عفوا قبلته، وإن مال لم أتبعه هلا وليتما.
وأقبض خطي عن حظوظ كثيرة إذا لم أنلها وافر العرض مكرما، وأكرم نفسي أن أضاحك عابسا وأن أتلقى بالمديح مذمما. وكم طالب الرقى بنعماه لم يصل إليه وإن كان الرئيس المعظما. وكم من نعمة كانت على الحر وكم مغنم يعتده الحر مغنما. ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدما. أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما. وإني لراض عن فتى متعفف يروح ويغدو ليس يملك درهما. يبيت يراعي النجم من سوء حاله ويصبح طلقا ضاحكا متبسما. ولا يسأل المثرين ما بئ كفهم ولو مات جوعا عفة وتكرما. فإن قلت زند العلم كاب فإنما كبا حيث لم تحما حماه وأظلما. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظما. ولكن أهانوه فهان ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما. وما كل برق لاح ليستفزني ولا كل من لاقيت أرضاه منعما. ولكن إذا ما اضطرني الضر لم أبت أقلب فكري منجدا ثم متهما. إلى أن أرى ما لا أوص بذكره إذا قلت قد أسدى إلي وأنعما. ثم قال وفقه الله تعالى: واحذر مسالك من رام المناصب لم يحمل ولاية أن يغشو بها الريبة. إذا وفقت يا طالب العلم لمنصب من المناصب فلا يكن وصولك لهذا المنصب سببا لتركك للعلم، وإن كان المنصب علميا فتذكر أن الذي أوصلك إليه هو العلم. فإن تعارض المنصب مع العلم فاتركه، ولا تكن ممن لا يرجون لله عز وجل وقارا، الذين يجعلون الأساس هو حفظ المنصب فيسكتون عن قول الحق ويحملهم حب المنصب وحب الولاية على النطق على السكوت عن الباطل. ثم قال: واحذر مداهنة ترجو بها عرضا، قل ما بدا لك لا تستعمل الكذبا. فلا تداهنهم بل انطق بالحق بل كن ناطقا بالحق. وهناك أمران: المداهنة والمداراة. أما المداهنة فخلق دنيء، والمداراة خلق حسن. والخلط بين هذين اللفظين وهاتين الكلمتين يوقع العبد في المهالك. المداهنة هي المصانعة وإظهار خلاف ما تعتقد لخوف الدنيا، فهي خلق دنيء. أما المداراة فهي السكوت عن بعض قبائح الغير، للمصلحة الراجحة. وفرق بين هذا وذاك.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ولتجمع الكتب ولتختار أحاسنها، لا تطع في شراء الكتب من عتبا. خذ من رسائل أهل العلم ما نسجت على التعمق فيما غاص واحتجبا. إذا اشتريت كتابا فلتطف عجلا على الذي فيه ولتستخبر الكتبا. ثم قال وفقه الله تعالى: ولتجمع الكتب ولتختر أحاسنها، لا تطع في شراء الكتب من عتب. خذ من رسائل أهل العلم ما نسجت على التعمق فيما غاص واحتجب. إذا اشتريت كتابا فلتطف عجلا على الذي فيه ولتستخبر الكتب. أمرك يا طالب العلم أن تستكثر من الكتب، فإن الغرام بالكتب علامة على حسن فهم طالب العلم. وحاجة طالب العلم للكتب كحاجته للطعام والشراب. وتفريط طالب العلم في شراء الكتب واقتنائها، سبب لنقصه، ولكن ينبغي لطالب العلم أن يأخذ من الكتب أولا ما هي الأصول التي لا يستغني عنها، فيأخذ أصول الكتب متنا وشرحا في النحو التي ذكرناها مثلا، وفي البلاغة، وفي الصرف، وفي عموم اللغة كلها، ثم ينتقل بعد ذلك إلى كتب أصول الفقه فيأخذ أصولها، ثم ينتقل إلى كتب القواعد الفقهية فيغتني أهمها، ثم بعد ذلك ينتقل إلى كتب المقاصد فيبدأ بكتب الاعتقاد فيأخذها كلها، ثم بعد ذلك إلى كتب الفقه، وهكذا إلى أن يبني طالب العلم مكتبته. ولا يبدأ طالب العلم بأخذ كتب مطولة وهو لا يحتاج إليها في وقته، وإنما يقتني من الكتب ما هو أحوج إليها. وإذا اشترى طالب العلم كتابا فلا ينبغي أن يدخل كتابه في المكتبة حتى يتصفح الكتاب سريعا. ولكذلك ينبغي لطالب العلم ألا تخلو مكتبته من كتب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، ومن كتب ابن القيم، ومن كتب الإمام محمد بن عبد الوهاب، ومن كتب ابن رجب، ومن كتب الحافظ ابن كثير. فعلماء الإسلام الذين لهم قدم صدق في الإسلام لا ينبغي أن تخلو مكتبة طالب العلم من كتبهم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ولتعرف الاصطلاحات التي وردت عند المؤلف تستثمر بذا التعب، وإن كتبت فأعجم ذاك معتنيا بالنقط والشكل والضبط كلما صعبا. ثم أمرك يا طالب العلم أن تعرف اصطلاحات كل كتاب تريد أن تقرأ فيه، حتى لا تتعب في ذلك. وعادة
كثير من المصنفين لا سيما إن كان لهم اصطلاحات خاصة يكتبونها في مقدمات كتبهم، أما إن كانت اصطلاحاتهم التي يستعملونها اصطلاحات عامة فإنك تنظر إلى هذه الاصطلاحات في كتب هذا الفن. فمثلا إذا كنت تقرأ كتابا لحنبلي وهو يقول قال القاضي، فلا بد أن تعلم أنه يريد القاضي أبا يعلى. وإذا كنت تقرأ لمالكي ويذكر قال القاضي في كتابه، فهو يريد القاضي عبد الوهاب. وهكذا لا بد من معرفة مصطلحات أهل العلم. ثم ختم لك بخاتمة في الإعجام في الكتابة، ثم فقال وإن كتبت فأعجم ذاك معتنيا بالنقط والشكل واضبط كل ما صعبا. إذا كتبت كتابة فأعجم الكتابة بأمور: أولا أن يكون الخط واضحا، أن يكون الخط واضحا. ثانيا أن ترسم الكتابة على ضوء قواعد الرسم والإملاء، أن ترسم الكتابة على ضوء قواعد الرسم والإملاء. ثالثا أن تنقط الكتابة. رابعا أن تشكل الكتابة إن احتاجت لتشكيل كضمة وخفض، كضم وخفض وفتح وما شابه ذلك. خامسا أن تثبت علامات الترقيم، أن تثبت علامات الترقيم. ومن الكتب المهمة في هذا الباب قواعد الإملاء لعبد السلام هارون رحمة الله عليه. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فصل في المحاذير. إياك أن تدعي ما أنت فاقده كلابس ثوب زور يدعي العجب، واخشى التصدر قبل الفقه، واشتغلا بالضبط والبحث واستذكار ما طلب. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه الرسالة بخاتمة في محاذير ينبغي أن يحذرها طالب العلم. قال: إياك أن تدعي ما أنت فاقده كلابس ثوب زور يدعي العجبا. إياك يا طالب العلم بأن تدعي ما لم تعلم قبل أن تعلم، وما لم تتقن قبل أن تتقن، فإن فعلت ذلك فهذا حجاب كثيف لك عن طلب العلم، فإن فعلت ذلك فهذا حجاب كثيف لك عن طلب العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور، كلابس ثوبي زور. وقال بعض السلف: من تزين للناس بما ليس فيه، من تزين للناس بما ليس فيه سقط من عين الله وعين الناس. لذلك لا بد لطالب العلم أن يحذر من التصدر، أن يحذر أولا من أن يدعي ما ليس عنده، أن يدعي ما ليس عنده، وأن يعلم قدره، وأن يعلم قدره. وقالوا قديما: العلم ثلاثة أشبار، العلم ثلاثة أشبار، واحذر أن تكون أبا شبر، واحذر أن تكون أبا شبر. الشبر الأول من دخل فيه تكبر، ومن دخل في الشبر الثاني تواضع، ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه
لا يعلم شيئا. من دخل في الشبر الأول يعني بدأ في طلب العلم ظن أنه قد حاز العلوم كلها، قد حاز العلوم كلها. لذلك يروى أن ابن عباس رضي الله عنه جلس ورجل يتكلم للناس في العلم أو غيره، فقال له من أنت؟ قال أنا أبو فلان. فقال هل تحسن الناسخ والمنسوخ؟ قال لا. هل تحسن كذا وكذا من مسائل العلم؟ وفي كل مرة يقول له لا. فقال أنت أبو من؟ قال أبو فلان. قال أنت أبو يعرفوني، تريد من الناس أن يعرفوك فقط وليس عندك شيء. فالذي يدخل في الشبر الأول يتكبر، تكبر على الناس. أول ما تجد الواحد يدخل في العلم يظن أنه قد حاز المفاخر كلها، وينظر إلى الناس كالذر كأنهم جميعا تحته. فإذا دخل في الشبر الثاني وتمكن من العلم تواضع لله عز وجل وتواضع لخلقه. فإن دخل في الشبر الثالث وصار من العلماء كان الغالب عليه النطق بأنه لا يعلم. ثم نهاك يا طالب العلم من التصدر قبل التأهل، واخشى التصدر قبل الفقه، واشتغلا بالضبط والبحث واستذكار ما طلب. التصدر قبل التأهل آفة العلم والعمل. وقيل قديما من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه، من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه. وهناك مثل يضربونه كثيرا يقولون هذا تزبب قبل أن يتحصرم، تزبب قبل أن يتحصرم. وهناك رسالة لطيفة مطبوعة مختصرة اسمها حكاية من تزبب قبل أن يتحصرم لأحد إخواننا طلاب العلم الفضلاء، حكاية من تزبب قبل أن يتحصرم، موجودة على الشبكة. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله لا لا تثر شبهات في إثارتها، ما يقبح الشك يشعل بالج والحطب، ولتحذر اللحن في الألفاظ واجتهدا في نحو لا لا تعف في ذلك العربا، فإنما القوم قد أرسوا قواعده وهذبوه إلى أل الورى هذبا. ثم قال لا لا تثر شبهات في إثارتها، ما يقبح الشك يشعل بالجو الحطبا. نهاك يا طالب العلم عن إثارة الشبهات، وهذا يحدث ممن تعلم مسألة أو مسألتين أو ثلاث فيعمد إلى غرائب المسائل، فيعمد إلى غرائب المسائل والمسائل العويصة، فإذا جلس بين الناس أخذ يرمي بهذه الشبهات، أخذ يرمي بهذه الشبهات. ومن إثارة الشبهات بين الناس ما انتشر عندنا في بلاد السودان، هذه البدعة المنكرة، يتكلم متكلم ثم بعد ذلك يفتح الفرصة للملحد الذي ينكر وجود الله عز وجل ويقول له تكلم، وهو يبث ذلك في العالم كله. فيتكلم هذا الملحد أو الأشعري أو القبوري أو غيرهم، فيأتي بعشرين شبهة، فيأتي بعشرين شبهة أو بثلاثين شبهة، وقد يكون هناك أحد الناس يحضر لهم فيسمع كلام المبطل ثم ينصرف، فيسمع كلام المبطل ثم ينصرف. ولو سمع كلام المبطل ولم ينصرف فإن صاحبنا هذا الذي فتح تلك الفرصة
لا يستطيع أن يرد على هذه الشبهات، ويأتي هؤلاء الذين يفتحون هذه الفرص إلى عادتهم ودأبهم، وهو السخرية من المخالف. أين الرد على تلك الشبهات التي بل أبليت بها أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا تسأل عن هذه الشبهات، لا تسأل عن هذه الشبهات. سبحان الله، من تناقض هؤلاء القوم أن واحدا منهم أخذت عليه كثيرا من المسائل المستنكرة، فجمع حاشيته وأتباعه فقال: لا يجوز السماع، لا يجوز أن تسمع لهؤلاء الذين يتكلمون فينا، فإن السماع لأهل الباطل والحزبيين يخرج الرجل من عصمة الله عز وجل. طيب، السماع لأهل الباطل الذين يطعنون فيك يخرج الرجل من عصمة الله عز وجل، كيف بالسماع لمن ألحد وترك دين الله عز وجل وأنت تفتح له الفرصة على مصراعيها؟ السماع لمن ينكر وجود الله عز وجل، وللملحد وللشيوعي وللعلماني وللليبرالي لا يخرج العبد من عصمة الله عز وجل. السماع لغلاة المتصوفة، السماع لأحمد داود الذي أتيت به ولم يكن أحد يعرفه وجعلته يبث شبهاته، لا يخرج الرجل من عصمة الله عز وجل؟ لكن إذا سمعنا لمن يطعن فيك نخرج من عصمة الله تبارك وتعالى؟ أي دين هذا؟ وأي عقل هذا؟ وأي قوم هؤلاء الذين يجلسون بين يديه؟ أي قوم هؤلاء الذين يجلسون بين يديه؟ ألا للقوم عقول يتأملون بها؟ هل هذا السماع لمن يطعنون فيك ويبينون تناقضك يخرج الرجل من عصمة الله عز وجل؟ والسماع لأولئك الكفرة الفجرة المردة جائز، بل يدلون الناس عليه: اذهبوا إلى اليوتيوب واستمعوا لهؤلاء الصوفية ماذا يقولون، ويأتون بهم في قنواتهم التي يشاهدها الناس كلهم ويفتحون الفرصة، يقول فرصة مفتوحة لهذا الصوفي، وفرصة مفتوحة لذاك الملحد، وفرصة مفتوحة لذاك العلماني. يأتي العلماني ويأتي الملحد ويأتي الأشعري، لما جلستم مع ذاك الأشعري وأخرج شبهات الأشاعرة ما رددتم على شبهة واحدة. أشعري يجلس معهم لساعتين أو لساعة ونصف، بث في هذه الجلسة أكثر من 50 شبهة وما رد صاحبنا على شبهة واحدة. السماع لهذا الأشعري الذي يفسد دين الناس، إذا سمعت لهذا الأشعري تفسد دينك وتفسد عقيدتك وقد تخرج من دين الله عز وجل. السماع له جائز حلال وسنة وجهاد في سبيل الله عز وجل، ويرفع على وسائل التواصل. السماع لمن يطعن فيك يخرج العبد من عصمة الله عز وجل. السماع لمن يطعن فيك ويبين تناقضك هذا يخرج العبد من عصمة الله تبارك وتعالى. لذلك هؤلاء القوم والله أعلم يبتليهم الله تبارك وتعالى. لماذا يبتليهم الله عز وجل؟ لكثرة ظلمهم للمسلمين، لكثرة ظلمهم للمسلمين. هؤلاء القوم حتى المجرم المبتدع الصوفي إذا ردوا عليه فإنهم يظلمونه في الرد، يكذبون عليه، وإذا ردوا على أي أحد فإنهم يستبيحون عرضه ولا يتورعون من الكذب على الناس ولا يتورعون من ظلم أحد، والله حكم عدل. لذلك نحن الآن نجلس بعيدا فقط، نرى ما أخبر الله عز وجل به من سنته الكونية أن الظالم لا بد أن يبتلى ولا بد، وأن الله عز وجل يعجل العقوبة للظالم، هذا سمعناه من النبي عليه الصلاة والسلام. ما من ذنب أسرع من أن يعجل الله العقوبة لصاحبه من البغي، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، سمعناه وصدقناه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وننتظر وننظر إلى تعجيل الله عز وجل العقوبة لهؤلاء لم يتوبوا إلى الله تبارك وتعالى، ننتظر ذلك. لذلك هذه الشبهات لا تثار، لا تثار هذه الشبهات أبدا. ثم قال وفقه الله تعالى: ولتحذر اللحن في الألفاظ واجتهدا في النحو لا لا تعب في ذلك العرب، فإنما القوم قد أرسوا قواعده وهذبوه إلى
اللي الورى هذبا. تكلم أو حثك يا طالب العلم على ضبط النحو، وأقل ما يقال أن طالب العلم ينبغي أن يضبط المسائل العظام التي الخطأ فيها مستنكر، الخطأ فيها مستنكر. فلا بد من معرفة حروف الجر والنصب والجزم، فترفع المرفوع وتنصب المنصوب وتجر المخفوض وما شابه ذلك. لذلك تتعجب أحيانا يأتي الواحد ويقول بالمسلمون، بالمسلمون أو للمسلمون أو إن المسلمون عباد الله. إن هذه يا عبد الله، إن هذه تفتح، فتح الله عليك، ولا ينبغي أن تأتي بما بعدها مرفوع. لذلك هذا الباب يفرط فيه كثير من الناس، وهو باب يسير. علم النحو ليس بذاك العلم الصعب، تصليح إصلاح اللسان لا يتعدى أن تضبط الآجرومية ضبطا صحيحا. فإذا ضبطت الآجرومية فإنك تبعد نفسك من الأخطاء الفاحشة، من الأخطاء الفاحشة. يروى أن رجلا قال لآخر ما فعل أبوك بحماره، فقال باعه، قال لا تقل باعه، قل باعه. قال ويحك، باؤك تجر وبائي لا تجر. فهذه الحروف لا بد أن تعرف، ولا بد أن تعرف هذه المسائل اليسيرة، ولا يعب الإنسان علم العربية وعلم النحو وعلم البلاغة. هذه العلوم من تكلم فيها من علمائنا يتكلمون عن الغلو في أخذها وعن أخذها بطريقة خاطئة، لكن لا تجد عالم يذم تعلم علم العربية. لا ينبغي لعاقل أن يذم العربية. لماذا؟ لأنها نزل بها كلام الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى نص في 10 مواضع من القرآن أنه أنزل كلامه بلسان عربي مبين. القرآن نزل بلسان العرب، فحري لمن رام فهم كلام الله عز وجل أن يعرف لغة العربي. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله واحذر نكاية أعداء لنا نصب عبر الثقافة فخا يحمل العطب، ولتحذر الجدل المردي لأودية من الضلال ومما يورث الشجب. ثم قال واحذر نكاية أعداء لنا نصب عبر الثقافة فخا، عبر الثقافة فخا يحمل العطبا. حذرك وفقه الله تعالى، حذرك وفقه الله تعالى من الانشغال بمسائل الغرب والغربيين والمستشرقين واليهود والنصارى الذين أدخلوا بعض سمومهم عند مع المسلمين، وهذا كله حتى يفتنوا المسلمين عن دينهم. علموا أن الإسلام لا يحارب من الخارج، فأدخلوا بعض المستشرقين بعض الشبهات في السنة وبعض الشبهات في تفسير القرآن وما شابه ذلك، فكن من ذلك على حذر. قال ولتحذر الجدل المردي لأودية من الضلال مما يورث الشجبة. حذرك مرة ثانية أو ثالثة أو رابعة من الجدل البيزنطي، الجدل العقيم، الجدل الضئيل الذي لا يصل فيه الواحد إلى شيء. ومن الناس من يجادل وينتصر لرأيه وإن كان رأيه باطلا، فهذا فر منه فرارك من الأسد. منهم من يجادل، وحكينا قبل ذلك قصة الجندي، الجندي الذي كان يقول أن البطيخة تفتح بماذا؟ بالمقص. وكان قائده يقول له إن البطيخة تفتح بالسكين، فقال له والله إنها لتفتح بالمقص. ف
بالبطيخة بالسكين بالمقص، غضب القائد وقال اقتلوا، فلقوا به في وسط النهر، وكان لا يحسن السباحة، فكان في وسط البحر يرفع صوته بالمقص لا بالسكين، تفتح البطيخة يا مسكين. فلما ألقوه في البحر كان يصعد أحيانا وعلم بهلاكي، فكان يعمل هكذا، يفعل هكذا يعني بالمقص، وإن كنت سأموت فأنا على هذا الرأي الذي هو إن كان رأيا حسنا لك أن تتمسك به، لكنه رأي خاطئ. فهذا الجدل الذي سلكه كثير من الناس لا سيما في وسائل التواصل عليك أن تبتعد منه، ولو وفقك الله عز وجل فتركت هذه الوسائل جملة فأنت على خير عظيم. لذلك سمع الحسن البصري رحمة الله عليه قوما يتجادلون، فقال هؤلاء ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا، هؤلاء ملوا عبادة الله عز وجل، لذلك صاروا يجادلون في كل شيء. السلام عليكم. قال رحمه الله لا تحزب في الإسلام لاسمة غير التي اعتادها أسلافنا حقبا، فإنما تلك أحزاب تتبعها يربي قواك فلا تنعب كمن نعبا. الله يعصمنا من فتنة عبثت بالناس فاستعجلوا الأموال والنشوبا. ثم ختم لك الوصايا أو قال في خطام الوصايا لا تحزب في الإسلام لاسمة غير التي اعتادها أسلافنا حقبا، فإنما تلك أحزاب تتبعها يرضي قواك فلا تدعب فلا تنعب كمن نعب. الله يعصمنا من فتنة عبثت بالناس فاستعجلوا الأموال والنشبة. لا حزبية في الإسلام، لا حزبية في الإسلام ولا طائفية في الإسلام، لا يعقد الولاء والبراء إلا على الإسلام، لا تعقد ولاء ولا براء إلا على الإسلام، لا توالي على القبيلة، فمن كان من قبيلتك فهو أحب إليك ممن دونه، ولا توالي على بلدك ولا توالي على جنسك ولا توالي على حزب من الأحزاب ولا على جماعة من الجماعات ولا على طائفة من الطوائف. والحزبية هي عقد الولاء والبراء على غير طاعة الله عز وجل، وإنما توالي وتعادي في الله تبارك وتعالى، ولا توالي لأن هذا في مجموعتك أو أن هذا مع شيخك أو أن هذا من جماعتك، فإن أخطأ فأنت تسكت عنه، وهذا الخطأ الذي يخطئه من معك إذا فعله من هو خارج الجماعة فإنك تقوم عليه بألسنة حداد شداد. لذلك لا حزبية في الإسلام. وما أضر الدعوة إلى الله تبارك وتعالى مثل دخول الحزبية والتحزب في العلم، مثل دخول الحزبية والتحزب بين طلاب العلم، وأفسد بذلك إفسادا بينا. لذلك لا تكن خراجا ولاجا في الجماعات الإسلامية. الآن نحن عندنا سعة، نحن مسلمون فقط، لا أجعل لي قيد إلا قيد الإسلام، والله لا متبوع لنا إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لماذا أنتمي لجماعة من الجماعات؟ ما هو الموجب للانتماء لهذه الجماعات؟ ما هو الموجب الشرعي الذي يجعلني أنتمي لحزب من الأحزاب أولا؟ وما هو الموجب الشرعي الذي يجعلني أترك سماحة الإسلام وعظم دين الإسلام وأنطوي تحت جماعة من الجماعات؟ لا شيء موجب. لذلك هذه الجماعات ليس هناك دليل شرعي على جوازها، ليس هناك دليل شرعي على استحباب الانضمام لها ولا على وجوب الانضمام لها. وهذه الجماعات أباحها جمع من مشايخنا ومن علمائنا في أحوال خاصة، في بلدان لا يدعى فيها إلى الإسلام إلا ببعض الشروط والقيود، وأنت هنا في بلد أباح الله عز وجل لك ويسر الله لك تبارك وتعالى أن تدعو للإسلام كيف شئت وبما شئت. والنهي عن التحزب
والنهي عن التحزب ليس نهيا عن الجماعات فحسب. هذا التحزب قد يكون للأفراد، والتحزب للأفراد بالنظر أشد من التحزب للجماعات. تجد أناس خرجوا من هذه الجماعات ومن رحمها وكانوا معها، فلما خرجوا منها بدل أن يتركوا السوء الذي في هذه الجماعات، وهو عدم اهتمامهم بالعلم والتصدر في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والتحزب، أخذوا أسوأ ما في هذه الجماعات وصار عندهم. لذلك هذه الجماعات لا تهتم بالعلم الشرعي، خرجتم منها وصرتم أسوأ منها، فلا تهتمون بتعليم العلم الشرعي. هذه الجماعات فيها تحزب، خرجتم منها كان المتحزب في تلك الجماعات يتحزب لمن عنده علم ويتحزب لشيبة في الإسلام، فصاروا يتحزبون لرجل لا يعرف بالعلم وهو شاب غمر. لذلك يا إخوان لا حزبية في الإسلام، كما قال لا تحزب في الإسلام لاسمة أو لاسمة غير التي اعتادها أسلافنا حقبا. ما لم يكن موجودا في زمان السلف الصالح فإنه لا يكون اليوم دينا. لذلك إذا افتخروا بقيس أو تميم أبي الإسلام لا أبلي سواه. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: إن حزت ذلك فاعلم أن أعظم ما يرضي ببنيانك العالي الذي انتصب إفشاء سرك أو نقل الكلام، وأن تجلس لمبتدع في السوء قد رغبا، أو أن تكون حسودا حاقدا لسنا، أو تكثر المزح بين الناس واللعبا. ومن أفضل ما ألف في مسألة الانتماء للجماعات حكم الانتماء للشيخ بكر أبو زيد. هذا الكتاب ينبغي لكل طالب علم أن ينظر فيه فيعرف حكم هذا الانتماء. ثم قال: إن حزت ذلك فاعلم إن أعظم ما يرضي ببنيانك العالي الذي انتصب إفشاء سرك أو نقل الكلام، وأن تجلس لمبتدع في السوء قد رغب، أو أن تكون حسودا حاقدا لسنا، أو تكثر المزح بين الناس واللعبة. فإذا عرفت ما قدمته لك من كلام فاعلم أنه ينبغي عليك أن لا تكون مفشيا لسرك، أن لا تكون مفشيا لسرك، ولا تكون ذا نميمة فتنقل الكلام بين الناس بقصد الإفساد، ولا تكن ممن يجلسون لأهل البدع، ولا تكن ممن يجلسون لأهل البدع، ولا تكن حسودا حاقدا لسنا، كثير المزاح وكثير الضحك. فهذه أمور الحقد والحسد وسوء الظن نقيت عنها. أحسن الله عليكم. قال وفقه الله: مقصر خطاك عن الممنوع وانصرفا عن المحارم كي تستكمل الأدب، واخشى الظنون ولا تجلس مجالس من إتيانهم يجلب الآثام والريبا، تمت وفي ختمها أوصيك فاستمعا لما أقول وقيت المقت والغضبا، فلتدع ربك يعتق وجه ناظمها وأن يجنبه النيران واللهبا. ثم ختم لك هذه هذه المحاذير، قال: واخشى الظنون ولا تجلس مجالس من إتيانهم يجلب الآثام والريبة. ثم دعا ربه عز وجل أن يعتق لناظمها، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعتق ناظمها من النار، وأن يعتق صاحب الأصل، وأن يغفر لنا جميعا، وأن يجعل ما سمعناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.